الأخبار مو منيحة يا مان. عائشة مو بخير. أخي الله يشفيها هي واللي ببطنها، ما بعرف شو بدي أقول لك. الولد؟ ما عاد في ولد لحقه ونزل الولد. شو عم تحكي أنت؟ يعني ما فيني أقول شيء غير الله يصبر قلبكم يا رب. طول بالك وبهدا أخي، خليك جنبك. إذا هلأ رحت حكيت معه ما رح يعبر ولا رح يحكي معي بالوقت. أنت خليك جنبه أخي ممكن. يلا أخي. رجعت على البيت. يلا تعي شوفي قديش صارت الساعة. أنا بعيدة كتير أمي، طلعت سياحة ما حأجي. شو؟ أنت شو عم تحكي؟ بدك تجيبي لي جلطة ولا تجنينيني؟ هلا هاد وقت سياحة؟ لتكوني عاملة شي مصيبة جديدة. إذا بدك تضلي تحكي هيك بدي سكر الخط بوشك. ارفعي معنوياتي شي مرة، ارفعي معنويات بنتك. أي نوع من الأمهات أنت؟ أنا؟ أنا نوع من الأمهات؟ أنا الأم يلي بكيت معك كل ما كنتي تبكي لما كنتي صغيرة. كانت تقلي أمي لا تزعلي على الولد، هو صغير بيكون همه صغير، لما يكبر بيكبر همه. كانت تقلي وقتها أنت رح تبكي. مع حق يا هاندا، مع كل الحق. معناها كان لازم ما تجيبيني. ليش جبتيني؟ اسمعي لهالحكي، لا تتصلي فيني خلص، بدي ريح راسي.